زيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وسعادة وصحة وكل حاجة حلوة في الدنيا. النهاردة معدنا مع حدوتة جديدة من حواديت أنتي لومي. النهاردة هنحكي حدوتة أرجوك ما تكونيش. يلا بينا يا صحابي نشوف مين اللي قال الجملة دي وقالها لمين. كان يا مكان كان في زمان أسد عايش في غابة كبيرة لوحده. كان دايما كل ما يجوع يصطاد اي حيوان كده من الغابة وياكله وخلاص، لكن احيانا كان بيجي عليه وقت ما يكونش لاقي اكل ويكون جعان ومش عارف يعمل ايه. الاسد ده كان دايما معتمد ان هو ياكل وهو قاعد كده ما بيعملش حاجة، يعني ما بيعملش مجهود عشان يلاقي الاكل، وبالتالي لما الاكل يخلص من قدامه بيجوع كتير. فمرة من المرات وهو قاعد كده قال: ايه ده، انا جعان قوي، اعمل ايه دلوقتي؟ انا الاكل بتاعي خلص وما فيش اي فرصة قدامي علشان اصطاد، بقالي كتير جدا ما عداش عليا اي حيوان عشان اكله. يا خبر ابيض، طب اعمل ايه دلوقتي بقى؟ انا هستنى كده لحد ما اي حيوان يعدي عليا واكله على طول، وهمشي دلوقتي واستخبى. في الوقت ده يا اصحابي كان في قرد صغنن ماشي من طرف الغابة التاني، وجاي وعمال يتنطط وهو فرحان وسعيد وعمال يلعب. الله، الحتة دي جميلة قوي، انا مشفتهاش قبل كده. ايه ده، معقولة كل الوقت ده عايش في الغابة وما جيتش هنا قبل كده؟ لا ده انا هقعد العب كتير واتنطط واتنطط وهطلع على الشجرة الحلوة دي وهنزل تاني والعب والعب والعب. المكان هنا جميل وعجبني جدا. وفي الوقت دوت يا اصحابي هو راح عشان يلعب، الاسد جه: ايه ده، انا سامع صوت، صوت مين دوت يا ترى؟ يا رب يكون حيوان علشان اكله، انا جعان جدا، انا هستنى واشوف دوت صوت مين. وفي الناحية التانية يا اصحابي القرد كان لسه عمال يتنطط ويلعب، وهوب شاف الاسد قدامه. قال: ايه ده، انت مين؟ انا الاسد. انت بتعمل ايه هنا؟ دوت مكاني، انت اللي جاي عندي. انا ما جيتش عندك، انا كنت بلعب. دلوقتي انا هاكلك، مش وقت كلام خالص، انا جعان جعان. لا ارجوك ما تكونيش سيبني. لا طبعا هاكلك، ده انا ما صدقت ان انا لقيتك علشان اكلك. ارجوك طب ما تشوف طريقه تانية، مش لازم تاكلني، ثم انا قرد صغنن، يعني هعمل لك ايه؟ تعمل لي ايه ازاي؟ هتعمل لي كتير، ده انت هتشبعني على الاقل يومين ثلاثه كمان. انا مش هشبعك ولا حاجه، ارجوك سيبني. تعالى هنا، انت رايح فين؟ ارجوك ما تاكلنيش وسيبني. تعالى بقولك انت رايح فين. وفي الوقت دوت يا اصحابي كان في من بعيد ثعلب مكار شايف الموضوع ده، والقرد كان عمال يجري من الاسد والاسد يروح وراه، والقرد يجري والاسد يجري وراه. قام داخل الثعلب من ورا البيت وجاي ويقول لهم: في ايه دلوقتي، مالكو؟ انا جعان جدا دلوقتي، والقرد دوت جه في المكان اللي انا عايش فيه وعاوز اكل. طب يعني انت مش لاقي حد تاني تاكله غيره؟ لا طبعا، انت عبيط ولا ايه؟ وهاكلك انت كمان. هاكلك انت كمان، انت كده بقيت وجبة كبيرة جدا، اتنين، شكرا يا رب. بس بس بلاش كلام فاضي، انت مش هتاكلني ولا هتاكله هو كمان. ارجوك ساعدني، ارجوك ارجوك ساعدني، ده عاوز ياكلني ارجوك. هاكلكوا انتوا الاتنين وهتشوفوا. بس استنى، متقعدش تعمل دوشة على الفاضي. بقولك ايه، انت ليه عاوز تاكلنا؟ عشان انا جعان، ده ايه السؤال الغريب ده؟ طب ما انت عندك اكل كتير في كل حتة. يا سلام يا زكي، ولو انا كنت لاقي اكل كتير كنت هاكلكوا ليه دلوقتي؟ ارجوك ساعدني، خليه ما ياكلنيش، انا خايف جدا. ما تخافش، تعالى عندي هنا اهو، انا جاي اهو، خبيني اقف وراي ولا يقدر يعمل لك حاجة. تفتكروا ان انا ما اقدرش اعمل لكم حاجة فعلا؟ ايوة انتوا ما تقدرش تعمل لنا حاجة. ارجوك سيبنا بقى، حرام عليك كده.
مش هسيبكوا طبعا، هاكلكوا انتوا الاتنين. تعالوا هنا بقولكوا، تعالوا عشان اكلكوا. بس يا عم انت فارد عضلاتك كده، الموضوع بسيط خالص. انت شايف البيت اللي هناك دوت؟ ماله يعني البيت اللي هناك؟ ايوه شايفه. ايه علاقة البيت بالكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي؟ ارجوك بقى ارجوك قول له اي حاجة علشان ما ياكلناش. استنى انت شوية، دلوقتي مش هيقدر يعمل لنا اي حاجة خالص. بص يا سيدي، البيت دوت اصلا عايش فيه ناس عندهم اكل كتير قوي 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 قوي، والاكل ده بيدوه لاي حد، مبيفرقوش بقى الحد دوت انسان ولا حيوان. انا على طول بروح هناك وباكل، انت ليه تأذي حد تاني لما ممكن يتقدم لك الاكل بطريقة سهلة؟ اللي بتقوله دوت. انا عمري ما سمعت الكلام اللي انت بتقوله ده، انا عايش في الغابة دي بقالي كتير واول مرة اسمع الكلام اللي انت بتقوله. عشان انت ما حاولتش تفكر ولا تلاقي حل لمشكلتك، انت قاعد كده وبس وبتاكل وخلاص اي حاجة تعدي من جنبك، لكن ما بتعملش مجهود علشان تدور على الاكل دوت ولا تشوفه فين مصدره ولا تجيبه من فين. ايه ده انت بتتكلم جد؟ يعني البيت اللي هناك دوت فيه اكل؟ طبعا فيه اكل، انا عارف كويس انا بقول ايه، انا ما بكذبش ابدا، انا كمان باكل من هناك كتير. يعني انت عاوز تفهمني ان انا بمجرد ما ادخل البيت دوت بمنتهى السهولة كده صحابه هيديني اكل؟ ايوه على فكرة بمنتهى السهولة كده هيدولك اكل، انا بروح وباكل من عندهم على طول. انت بتتكلم جد ولا بتضحك عليه؟ لو بتضحك عليها ياكلنا. يا ابني ما بضحكش عليه ولا حاجة، انا بتكلم جد صدقني. خلاص نسمع ونشوف ويمكن يبقى عنده حق. طب بص بقولك ايه، تعالى ورايا، انتوا كلكوا تعالوا ورايا. انت يا قرد هتلاقي هناك موز كتير، وانت هتلاقي الاكل اللي بتحبه كله. كان مفروض تفكر في حل لمشكلتك بدل ما تأذي الناس وخلاص وتأذي الحيوانات اللي حواليك. تعالوا ورايا كلهم، تعالوا ورايا كلكم. وراح التعلب واخدهم وراح عند البيت، ومشي وراه كمان الاسد، وكمان القرد الصغنن مشي وراه، وكلهم اختفوا شوية ودخلوا جوه البيت علشان ياكلوا. وفي الوقت دوت يا أصحابي قعدوا ياكلوا ويتبسطوا، والأسد لقى فعلا إن في أكل وفي بيت وفي حاجات جميلة زي ما قالوا الثعلب، وإنه ما كانش بيضحك عليه، والقرد كان مبسوط جدا وكان بياكل وسعيد. ولما كلهم شبعوا يا أصحابي دخلوا تاني على الغابة. شفت انت طلعت عندك حق، ما طلعتش بتكذب، وانا قلت لك ان انا مش بكذب صح يا قرد؟ ايوه انت قلت له ان انت مش بتكذب وانت عندك حق، انا دلوقتي صدقتك، وانا دلوقتي مبسوط وسعيد جدا 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 علشان انت ما طلعتش كذاب، وانت طلعت فعلا صادق وفي اكل في البيت. انا على فكره حبيتك جدا جدا، ودلوقتي انا متشكر جدا علشان انت خليتني اكل وكنت مبسوط. انا كمان حبيتكم كلكم جدا جدا، والاكل يكفي كل الناس. انا نفسي افهم انت كان فين مخك، ما فكرتش في الحل ده قبل كده ليه؟ انا ما كنتش اعرف اصلا الحل ده لولاك انت. شفت عشان تعرف ان الموضوع بسيط، لو فكرنا واستعملنا عقلنا كلنا هنعيش وكلنا هناكل ومحدش هيأذي التاني. شكرا ليك جدا يا تعلب علشان انت جيت في الوقت المناسب وانقذتني. طبعا يا اصحابي كلنا دلوقتي عرفنا ان حل كل المشاكل بيبقى سهل وبسيط لو فكرنا واستعملنا عقلنا، بدل ما ناخد الحل السهل ندور على حل لمشكلتنا ويكون حل دائم. ودودة دودة خلصت الحدودة، يا رب تكون عجبتكم. باي باي.